سوسو الفلوس دي كلها؟ دي فلوسي، كل اللي حالتي، وعايز اخلص منها. تف من بقك، حد يخلص من النعمة؟ دي نعمة اللي يكرهها ياعمة. يا بنت اسمعيني للآخر، أنا عايزك تشتري بيهم دهب. دهب؟ ربنا يخليك ليا، طول عمري كان نفسي أشتري دهب. يا بنت افهمي، أنا عايزك تشتري دهب وتلبسيه على طول، ولما نبقى نحتاج فلوس نبقى نبيع حتة حتة ونصرف منها. وربنا كلامك صح، والدهب سعره عالي وهو ينفع وقت الزنقة. بس خدي بالك، لو حد سألك ايه اللي انت لابسه ده، ايه بيقولي له ان ده دهب صيني، عشان ما حدش يسألك انت جايبه الفلوس دي منين، وعشان الحسد كمان. برافو عليك، بس في حاجة برضو مهمة، انا عايز الكلام ده يحصل في اقرب وقت ممكن. بكرة الصبح من النجمة هروح الصاغة ونشتري الدهب. سهى تاكلي؟ في ساندوتش زيادة وهم مش راضيين ياكلوا. لا يا حبيبتي ميرسي قوي، ما انا باكل سندوتشات جبنة اهو. ماشي. الا قولي لي يا دينا، ايه موضوع الدليفري اللي كتر اليومين دول والفلوس اللي ظهرت معاكي فجأة كده؟ ايه ده؟ انا مش فاهمة، يعني انت بتقولي عليا يعني ولا ايه؟ لا طبعا يا حبيبتي مش قصدي، انا قصدي اطمن عليكي، وخصوصا ان احنا عارفين البير وغطاه يعني. لا صحيح يا دينا، احنا كلنا ملاحظين ان انت بقى معاكي فلوس كتير قوي، وبقيتي تصرفي اكتر من الاول بكتير. ايه ورثتي من ورانا ولا ايه؟ انا لو ورثت ولا اتنيلت سيبوني في حالي بقى. في ايه يا دينا، انت زعلتي ولا ايه؟ احنا مدردش معاكي، انا لازم ارجع شقتي تاني. طب ليه؟ ما انت قاعده معانا وبناخد بحس بعض. عشان الواحد ما بيرتاحش غير في بيته وبس. سلام دينا. اظن كده بقى شكوكي بقت في محلها، وواضح ان دينا بتجيب فلوسها من طريق مش كويس. لا يا سهام، دينا بنت محترمه وبمية راجل كمان. خلاص، حد فيكم يقول لي هي بتجيب فلوسها دي منين؟ إيه؟ ملناش دعوه، خلينا في حالنا احسن. هي سوسو اللي بتيجي في الاوقات دي؟ يا اخويا انا نايمه جنبك اهو. ايه ده؟ انت هنا؟ امال مين اللي على الباب بره ده؟ انت بتاع الكهرباء. ده ايه الغلاسه دي؟ طب قوم قوم افتح يلا. طيب جاي. انت سقيت؟ ازيك؟ ايه لو اي خضتني؟ ازيك يا ماجي؟ انت ايه اللي جابك؟ قصدي انت جيتي ليه؟ ايه يا لؤلؤ، معقول برضو دي مقابله تقابلني بيها بعد كل المده اللي ما شفناش فيها بعض؟ معلش يا حبيبتي، ظروف غصب عني. بقول لك ايه، انزلي تحت هتلاقي كوفي شوب، استنيني فيه وانا هغير هدومي وانزلك على طول. يلا يا حبيبتي. عارفين بس مش هنزل لما تقولي انت ليه ما كنتش بترد على الموبايل بتاعي. ظروف يا ماجي. ظروف يا لولو. لولو؟ والله اول مره تقولي يا لولو. مين دي؟ يا مين يا لولو؟ طب اعمل قدامي. إيه؟ اعمل قدامي. ماجي ماجي تعالي يا ماجي، تعالي يا ماجي افهمك. ماجي 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 استني. او ماي جاد، مين دي يا لؤي؟ مين دي يا لولو؟ حبكت لولو دلوقتي. مطفوح عليا. مين دي؟ دي سوسو بتخوني مع واحده برستيوت. برستيوت ايه يا روح امك؟ ده انا قمر. انت مستني تقول عليا وحشه ازاي؟ بقول لك يا بنت اقفي عينك وتكلمي عادل. انا مراته والورقه العارفي تثبت. قولي انها بتكذب، قولي ان كلامها مش صح. بتكذب؟ تعالي انا افهمك كل حاجه. لا يا حبيبتي ما بكذبش، مراته ومستنيين النونه. اهدي بقى يا سوسو، اهدي، ما يصحش كده. انت متجوزها بجد؟
دي مراتك؟ بقولك يا ست الحلوين، انت يا اختي اللي داخله عليا دخلت المخبرين، ما تقولي لي انت تطلعي مين وايه اللي دخلك عليا غرفه نومي؟ شات اب، دي بتشتمني تاني قدامك. ما بتشتمشي، انا فهمت كل حاجه. تعالي بس بالراحه، تعالي. مش عايزه افهم حاجه. بقولك ايه يا حلوه، انت هتقولي لي انت تطلعي مين ولا وايمانات الله؟ اجيبك كده من شعرك واقطعك جزر جزر. خلاص بقى يا سوسو، في ايه؟ جري يا ماجي، مش عاملين اعتبار ولا ايه؟ احترموني. عايزه تعرفي انا مين؟ انا مراته ومتجوزني عرفي، يعني لعب بيا وبيكي. مالكيش دعوه بيا، انا العب بفرقه كوره بجمهورها وبحب العرف. قسما بالله لو مسكتي يا سوسو لاكون منسر الشبشب بتاع ربوعك. اسكتي بقى. تعالى يا ماجي، انا فاهمك كل حاجه. ما تفهمنيش حاجه يا ماجي. تعالى ماجي، ماجي استني يا ماجي، استني يا ماجي، استني يا حبيبتي، انا فاهمك كل حاجه. ايه بس فاهمك كل حاجه؟ اوعى ما تتكلمش معايا. هتفهمني ايه؟ ده انت طلعت واقع اللي بتقولي انها مراتك ومتجوزاك عرف. انت كنت بتضحك عليا طول المده دي ومفهمني انك بتحبني. لا يا ماجي، انا بحبك والله العظيم بحبك. انت كذاب وواطي واناني وحقير، وربنا هيجازيك على اللي انت عملته فيا وعملته ببنات الناس. يعني انت كده يا ماجي طلعتيني مجرم؟ طب ما كله كان بمزاجك. انت بتذلني؟ ما هو كان بمزاجي اه، بس عشان اثبت لك ان انا بحبك. وعامة ولا على عرفتي انا هقطعها، مش عايزه اشوف خلقتك تاني. يا حنين يا حنين. عايز ايه انت كمان؟ عاوز افطر، نفسي رايحة على البيتزا. يلا يا بيع يا بنتي. تعال ودي، تعال قوم يا حبيبي، قوم قوم. لا يا زينة بقى يا زينة، وانا من ساعة ما اتجوزتك كنت بتصحيني بس. عايزة ايه؟ انت اللي نايم. ايه ده؟ ايه صوت الدب ده؟ انت بتدوق كفتة في المطبخ ولا ايه؟ ده صوت العمال اللي شغالين في العمارة بيركبوا الغاز الطبيعي. في العمارة؟ غاز طبيعي؟ يا ليلتك الاصطناعي يا طلعت. هاري سويت. في ايه؟ ايه اللي حاصل؟ في مصيبة، في خراب بيتنا، في هنتدمر. يا لهوي، طار اسود عليا. اعمل ايه؟ بس بطلع بس. ما تقول لي في ايه يا طالع؟ طالع دلوقتي. انا مركز في دي غلط.